ابعد انت حصانك يا فتاح علي ما رزاق كريم. رايح فين؟ لا ما حلتوش الله ده الله هو دومه. ايه يا ابني اللي عمل فيك كده؟ انتوا يا ناس يا اهل الحاره شيلوا معايا راجل هيموت. انتوا يا ناس يا اهل الدنيا لا حول ولا قوه الا بالله. عدون يا فرج الله. انت يا عدون افتح علي برزاق كريم نعم الصبر هم شيلوا معايا راجل هيموت. ودي عيادة الدكتور محسن ما اقدرش اسيب الوكاله في ساعه زي دي. عايز المعلمه طاير عيشتي روح ده يا تلعنك انت والمعلمه بساعه واحده. اخ ما المعلمه بتاعتك ديت هي سبب المصايب دي كلها. ما تقولش كده يا عم مخلوق انت مش قد المعلمه. نعمه الله نعمه الله ولا نعمه الله. اه يا خساره على الحاره بعد ما كانت حاره الرجاله بقت تخاف من مرض. قوم معاها يا ابني قوم شد حيلك ربنا معاك. قوم يا ابني يا قوي يا قوي.
وبعدين في اللي بيحصل ده يا عم مخلوف؟ يبقى البوليس ضد مجهول. مين في الحاره يستجري يشهد على كلاب المعلمه؟ عندك حق، واديك شفت اللي حصل للمعلم ماضي. مش انت اللي بتعالجه من الشلل اللي صابه بعد ما سابته؟ بكل اسف مفيش امل في العلاج، وادي نتيجه اللي يحلم بجسد حيه. انا سمعت انها طلعته مديون لها، والنهارده بيبيعوا وكالته في المزاد. يا خسارتك يا ماضي، بعد ما كنت معلم اصبحت ماضي. فقد تقرر بيع وكاله المعلم ماضي في المزاد. وكاله المعلم ماضي في المزاد. يلا يا تجار، يلا يا كبار التجار، يلا يا تجار وكاله البلح، يلا يا تجار الخرده، يا كبار تجار الخرده، وكاله المعلم ماضي في المزاد. مين قال كام؟ مين قال كام؟ مين قال كام؟ 12000. 12000. 12000 المعلم حلومه. قال هنا، قال دوه. استوب، محدش يزود الا انا. عليا ب 100 باكو. 100000 جنيه المعلم رياض دبش. 110 وانا اللازي واللازينة. اها 110. ايه 110؟ 110 المعلم حلوه ما جحش. ولما انت جحش لابو اغزة بتشتغل في الخردة ليه؟ انت بالكتير قوي تشتغل في البنسيب، عشان لو ما بعتوش تاكله. الحمد لله ان انا جحش، لان لو كبرت شوية هبقى شبهك. ده انت القرش في ايدك يا ابني طالع موضة. انت اللي كنت بتبرطع فين لما احنا بقينا معلمين يا جحش؟ انا امي بتشتغل في البيزنس من ايام القرنص. قرنص؟ طب ابقى اترحم عليها بالانجليزي. المزاد ده هيرش عليا يا دبش وهتشوف. شوف شغلك يا ابني. 110 عند هاف. 120 عند هافين. الله، انت هتحرق نجحش. 125 و30 ونزودها هزود. وقف المزاد يا دلال. وده الفتوح، وانا نعمة الله والاجر على الله. 150000 لست كل. 150000 جنيه للمعلمة نعمة الله. هي نعمة الله والاجر على الله دي ما بتعتقش مزاد. عارف. يا عزيزي تيكت ايزي، جاتلك اللي ما بترحمش. بس تلاقي وعدك يا جحش. متخافش عليا يا عمونا. ده انا لازي ولا زينة. حابس حابس يعني المعلمين بيتوشوشوا. بتقول له ايه يا معلم رياض؟ ابدا ابدا يا ست الكل. طب ده انا خالع من المزاد عشان خاطرك انت. لا يا حدق، انت خلعت زكاوة. ما انت عارف اصل اللي ما يخلعش اخلعه. ده انا نعمة الله والاجر على الله. انت يا دلال، هو مزاد ولا مش مزاد؟ مزاد وستين مزاد، واخر قانون تمام. 150 باكو المعلمة يا نعمة الله. طب 150000 وجنيه. يا حلاوة، ده انا اول مرة اشوف جحش حيدي. انت عايز تاكل بضاعة المعلم ماضي بتراب الفلوس؟ اه يا زمن، صحيح يقتلوا القتيل ويمشي في جنازته. طب خلي حد غيرك انت يتكلم عن الماضي كده. طب 200000 يا حلومة وجنيه. احلق معصيصي دي لو كسبت. ده انا نعمة الله والاجر على الله. وانا اللازي ولا زينة، وما يجراش عليا اللي بتعمليه في معلمين الحارة ده. عزيزي تيكت ايزي،
انا ما اسمحش لاي حد انه يجرح احساس المعلمه. سيدي انت بتعصيت في الميه العكره، ده احنا فين هنا؟ ده انا دلال الغابره، دلال الكوسه، احنا مش زودنا والعطا راسي عليا؟ ما تدلل يا دلال. لا بقى، ده انا زود على معلمين المعلمين والكل يشهد. انت يا دلال، انا قلت فوق الجنيه بتاعه 20,000 جنيه، بس المرة دي الا جنيه، وانا بقى زودت الجنيه. يبقى حلال عليك المقلب بقى يا حدق. ايه؟ امال مين يسدد لي ديون المعلم ماضي؟ مش كان لازم اصطاد لي جحش؟ جحش كده نعمة الله كده يا حدق، عن اذنك. بيني ومعبدي لفرجك عليها. بقولك ايه، انسى وخلينا في المهم، تبيع بنص التمن عشان خسارتك تبقى قليلة. قلت يس؟ نو. دستور يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفت العياده يا معلمه. ايه بخرته؟ بخرته يعني ايه يا اختي؟ طب ما تزعلش قوي كده، اللي ما تعرفش في الطب بتقول عليه بخور. باين عليه ابن ناس. ابدا، ده باين عليه برشامج وصايل. ايه اللي حالف ناحيه الابو؟ يمكن ظروف زي اللي حدفتك قبل سابق. ما قلتليش يا دكتور هيعيش؟ اوعى يموت. الاعمار باذن الله. وانا مستعده لدفع كافه مصاريف العلاج. بس انت خليك حلو زي ما انا حلو. ابن ناس ولا ابن كلب؟ احنا مالنا ومال؟ مش جايز يموت والدكتور يبلغ؟ انت مش بريئه؟ ايوه، لكن كلابي هما اللي عضوه، والحكومه مش هتسكت على قتيل. سمعت يا ست كل على العمايل اللي عاملها حلومه؟ يا اختي، طب قول دستور. لا دستور ولا بنجور. اخلع عاد، اخلع، عاوز اكلم المعلمه انفرادي. لا ما المعلمه تقم. بقول لك اخلع بليز. روح انت يا عبدون. حاضر يا معلم. اوعى عشان تتبان. ده انت سعيد قوي. يا ساتر، الواد غتت. ده مالك وماله؟ اصل عايز اكلمك في الموضوع. على فكرة انت يلزمك جنتلمان يقف جنبك ويحميكي. لا تشكر يا بروت، انا لو ما كنتش اقدر احمي نفسي ما كنتش بقيت نعمة الله والاجر على الله. على عيني ما قلتش حاجة، انما ده ما يمنعش برضو ان يقف جنبك جنتلمان. ما تصدها سيرة بقى يا جنتلمان. مش قادر، مش قادر يا نعمة الله. لا لا لا، ما حبكش وانت كده. انا اسمي المعلمة يا معلم رياض. وانا خاتم في صباعك، انا مستعد اطلق الاتنين دلوقتي وقدام مأذون واحد. لسه مش دلوقتي. امال امتى؟ كل شيء بأوانه. يعني هيحصل؟ انا ما قلتش وكمان ما قلتش لا. من انس ومن جان، يا محروق يا مرجان، يا ابو البهرج والالوان، الانسية خضعة وضايعة تحت الطوع يا سيادي وضايعة نجمك مكشوف.
حبس حبس. لكن حتفضلي في الحفظ مصونة طول ما انت جوهرها مكنونة. يحلموا بيكي ولا تحلميش؟ محلمش. ويضعفوا قدامك ولا تضعفيش؟ مضعفش. ويحبوكي لكن في الحب ما تقعيش. ما يا ويلك لو عشقت وحبيتي تبقي على روحك انت اللي جنيتي، وفي طريق نهايتك انت اللي مشيتي. فهماني يا انسية ولا نسيتي؟ ما تخافش علي، ده انا نعمة الله والاجر على الله. نقمة الله مش نعمة الله. بس مش باين عليها حواء، ما كانش باين عليها لما طردت ادم من الجنة. بقى اللي ضربوني دول يبقوا كلاب الست دي؟ انت باين عليك طيب وابن حلال، انما ما قلتليش يا ابني انت منين. ما تفرقش، عندك حق، كلها ارض الله. لكن ايه يا ابني اللي جماك النواحي؟ اللي بيرمي على المر. لكن وشرفك، انا ابن ناس ومحترم قوي، ما يغركش منظري ده. ده انا سائق دبلوم صنايع ايام ما كانت الصنايع صنايع. كل حي بياخد نصيبه يا ابني. لكن اعمل ايه بقى، الدنيا حربتني وغلبتني لحد ما جيت بتوصيه عشان اشتغل عند المعلم ماضي. لا حول ولا قوه الا بالله. وقبل ما جيت لقيت المعلم ماضي صباح ماضي. وانا دايما حظي كده. شوف يا عبد الله يا ابني، اذا كنت عاوز تبقى كويس وربنا يفتح عليك، ابعد عن الحاره الملعونه دي. يعني هتكون قال عم الدنيا يا عم مخلوف. انت يا ابني مش بتقول ان ليك اهل؟ كان يا مكان. معلش، مسيرة بتاعتك في ولاد الحلال اللي يوقفوا جنبك ويساعدوك. لكن انا دفعت هنا خلي ورجلي من دم اللي ساح في الحاره، ولا يمكن ابدا تحاسبها لما اخد حقي منها. من مين؟ من الحاره ولا من المعلمه؟ الاثنين. ولا بت أربع؟ قوم يا واد قفل الوكالة، قوم فز. مالك يا واد؟ عينيك عاملة كده ليه؟ قابل قابل اه يا رفيق الكوباية، انت واد ربنا مش هيتوب عليك منها ابدا ابدا ابدا. طب اوعى تتخمد وتسيب باب الوكاله مفتوح، انا طالعه انام. علمة بعدين بقى في ليلتك السودة دي عايز ايه يا واد؟ اوعى تصدق حد من رجالة الوكالة، دول كلهم طمعانين في فلوسك. لكن انا انت ايه يا مداهول؟ انت السخام اللي بتطفحه ده الظهر خلاص لحس مخك. يعني انا بطفحه غير لما انت طفحتيني الكوته؟ ده انا ليل ونهار بتمزع من جوه
وانت اللي عملتيه فيا ده شوية، لكن برضو بحبك، بحبك قوي. احنا مش هنخلص من السيرة دي بقى يا واد. يا واد انت مجنون، انت اللي جننتيني. حقك عليا، ابوس ايديك. انا مستعد اعمل اي حاجة، بس حن عليا طلعيني معاكي فوق، رجعيني للجنة تاني. ابعد عني يا كلب. كلب دلوقتي بقيت كلب بعد ما كنت جوزك. قلتلك ابعد عني. ايه ده بار نعمة الله؟ المعلمة نعمة الله. طيب اسمع، انا هفوت لك المرة دي بس عشان السبيرتو اللي انت طفحه ده، مرة تانية تستجري ترفع عينك فيا هرميك لكلاب الابوة. وانت عارف بقى هيعملوا فيك ايه. ايه ده؟ مين؟ يو؟ هو انت؟ محسوبك عبد الله. الحمد لله على سلام. ايه؟ انت بتشتغل في القهوة دلوقتي ولا ايه؟ مش شغلتي، انما هو بلقط رزق. امال شغلتك ايه؟ باشمهندس؟ اسطى ما تلاقيش كده. بس خسارة ماليش بخ. يا ريتك تكملي جميلك يا معلمه وتشوفي لي شغلانه عندك. تعرف فطفور ده؟ انا بتاع كله، بس انت جربيني ومش هتندمي. يلا يلا فكر على مولاك ارحمك. هنا مش دكان الصيع اللي زيك. مالك انت؟ انا بتكلم مع ست الكل، انت برضه اجري زي زيك كمان بتتلامط. طب انا هصطبح بيك في انا ناس وده. روح بقى. كفايه عليك كده، دخلت على اخوانا معلمة. اخرب بقى وتلام وانت جدع. وجدع جدع، بس انا برضه خدامك يا معلمة. ايه نويت تجربيني؟ قهوة نار امر، بس يكون في معلومك. شغلك هنا هيكون تحت امر عبدون. عبدون مين؟ عبدون ده؟ ايوه رحام عبدون ده. اوه تاني. بس معلش، ما دام ده امر المعلمة يبقى حقك عليها يا ريس عبدون. وادي رجلك كمان ابوسها. اوعك كده، دمك خفيف قوي يا رحام. احنا ملوك السوق، احنا اللي بنسيح الحديد دهب. احنا لازي ولا زينة دونكي؟ قال ايه؟ فرحان من بضاعة ماضي. مع ايه انه هيخسر فيها؟ ما هو عايز يثبت وجوده بقى قدام المعلمة. نعمل كحش بقى وعاوز يحب حماري. يا هتركبوا وتسوقوا. فعلا نعمة الله طول عمرها تحب نفسها، لكن بسيرها في يوم من الايام هتقع في ذكر هيوريها ان الله حق. المعلمة جاتك. يا صباح الكل يا ست الكل. نهارك حليب يا معلم حلوم. مش معنى الله. لا لا لا، ما احبكش وانت كده. ايه ضيفة؟ ضيفة حلوة. ضيفة جديدة دي. لهفين المزاج ناكل لقمه سوا. اه جعانه قوي. اشبعت.
عشان يبقى عيش ومال. بس العيش والملح ليه اصول. انت اللي خنتها. انت اللي ابتديتي. خلاص اللي فات مات وما محبه الا بعد عداوه. بس المحبه عندي قبل العداوه. انا بعزك من زمان يا نعمه، بس انت اللي ليكي ناس ناس. يا اختي طب ومالك مكشر كده؟ لا 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 ما احبكش وانت كده. انا مش مصدق عناية، يمكن عايز اتغيظك. يس سير، يو از رايت. انت عايز الصراحه بقى؟ انا صحيح الذي والذين، بس انت برضو اخر حظ. ده انا نعمه الله والاجر على الله. اه عمرك ما دبستيني في ال 220 باكو. انت لسه فاكر؟ ما تزعلش هعوضها لك، وعندي لك بيعه هكسبك فيها. ايه حبايب؟ وعز الحبايب يبقى صافي يا لبن حليب يا قشطه. طب حس كده ما نتجوز. نعم الحلال ما فيش احسن منه يا نعمة. كده على ودنه؟ امال على رجله؟ هنستنى ايه؟ هنستنى ما احوش لك المهر ولا ادور لك على شقه؟ يا نعمة قولي اه انا تحت امرك، والله والله لا افرش لك الارض الذهب. قشرة ولا عيرة؟ حر وتمني يا نعمة. انت ما تتعيبش يا حلوه، بس مش تديني فرصة فجأة؟ بأمرك، بس ما تتأخريش عليا. يعني مستعجل قوي؟ قوي قوي. لا 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 ما احبكش وانت كده. امال امتى؟ كل شيء بأوانه يا معلم. دكتور من جمعلمة. يعافيك. ايه اللي وداك الجحش؟ بهد الجو. هد الجو؟ ما انا راجل حلو ومفنط قدامك اهو، في حاجه ناقصاني؟ الصراحه نو. يبقى يس. ايه فزوره دي؟ والحل هيكسبك والمأذون قريب. جواز؟ يس مارنج. يما حبس حاب، ومالك مستعجل قوي كده؟ اصل بصراحه زهقت قوي يا معلم. لا 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 ما احبكش وانت كده. اتقل على الرز. ولما مشيت الصراحه انت ما تتعيبش يا رياض، بس اديني فرصه افكر. خلاص يبقى اوكي تيكت ايزي، بس ما تغيبش عليا يا جميل. يعني مستعجل قوي؟ قوي قوي. لا 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 ما احبكش وانت كده. امال تحبني امتى يا جميل؟ كل شيء باوانه يا معاد. شيل انت على قلبك، انا جالي بقى شو النهارده اغير ترتيب المخزن ده كله. لجن الورد ينسيه العليه. تقولي انا؟ ايه يا واد عبد الله؟ ايه يا معلم؟ انت يا واد مفيش في قلبك رحمه، مش حرام عليك يا واد تشيل الجدع ده كله؟ اعمل ايه يعني؟ شغل كتير. شغل كتير؟ الجدع قايم من العمليه امبارح. أو يشتغل بالقبيط ولا يعني هيدفع حقانته. أي خدمة تانية يا ريس عبدون؟ أنا مستعد عشان خاطر المعلمة أشيل المخزن ده كله. كفاية الصباح رباح. تشكرها يا معلمة. ما قلتليش أنت بتبات فين؟ ربنا يكرمه عم مخلوفة وبيتويني عنه. لا انا اللي اشتغل عندي يبعد عن الراجل ده. ليه؟ ده راجل طيب وكله بركه. انا ما يتقليش ليه، انت تبات هنا مع عبدون في المخزن. لا المخزن ما يسعش اتنين. انا ما يتردش عليا يا واد، واذا كان المخزن ما يسعش الا واحد هيكون عبد الله. كده برضه يا معلمه؟ امشي غور روح قفل الوكاله. امرك يا معلم. جمايلك كترت قوي، بس على الله تطلع تستاهل. الايام جايه وهتشوف.
اما نشوف. تصبح على خير. كنت نايم. بقول لك يا ريس عبدو، عايز ايه؟ هي المعلمه ساكنه هنا؟ ايه فوق لوحدها. انت مالك انت هرعمك؟ اصل سمعت انها لا مؤاخذه عزمه. مالكش صالح انت، روح يلا شوف لك حته تخمت فيها. صباح الخير. صباح الفل. امال فين عبدون؟ خرج. انت ما تقفليش في الوكالة عليا بالشكل ده. اهو حاضر. وروح هات افطار. تحت امرك. يا لهوي. سلامتك. كتر خيرك. ده انا افديكي بعناية. كنت هتموتني. مش ترص البضاعة متأمنة يا واد؟ البضاعة طول عمرها متأمنة. اشمعنى يعني ما وقعتش للنهاردة؟ ما تقوحش. يلا نجرب. شيل البضاعة وستفها كويس. امال طرزان ده بيعمل ايه؟ يلا روح امك واشتغل. اعمل اللي بقولك عليه لحسن ما يفوتلكش نهار. وانت يا عبد الله روح هات لي الفطار. امرك يا معلمه. الله. طب ما انا طول عمري اللي بفطرك بايديا دول. وبعدين بقى في نهارك اللي مش هيعدي ده. طيب ماشي كلامك يا معلمه. ماشي كلامك يا معلمه. بقول لك ايه معلم، علمك جحش كان عايز. يا ألف خطوة عزيزة. انت بعتلي يا معلم؟ ده احنا بنسترجع. خير يا وش الخير. تحبي تقعدي جوه في الدرة احسن ولا هنا في الهوا احسن؟ هو في احلى من هوا يا معلم؟ اه في انتي. خير يا معلم؟ لا ده بيزنس على راي بتوع القرمز. خدت بالك بيبصوا لنا ازاي زي النضرجيه؟ سيبك منه وخلينا في اللي احنا فيه. خير؟ اه عمليات مخلفات جيش قيمتها مليون. يعني ارجع بحاله وناكله سوا. ضمينها كويس؟ امال في جيبي، محدش هياكلها غيري. يا خي ولا المعلم رياض؟ رياض ولا جدود جدود رياض. العمليه دي مع شخصيه كبيره انا عارفها، والميزه اللي فيه انه جبان خواف، يعني مش هيسلك اموره مع حد غيري. يعني باختصار عايز مني كام؟ فلوس؟ اخصى عليك يا نعم. العملية دي مهرك، نكتب عقدها وبعدين نكتب كتابنا. قلت ايه؟
قلت يا سيدي. قول يا شيخ. شيخ فلان. اهلا اهلا يا عبد الله. ايه ما قلتيش يعني الرد؟ يبقى السكوت علامة الرضا. فرد شربات على الحتة كلها. ده انا الذي والذين فرد شربات على اللي بيحبونا، اللي بيكرهونا لا، اللي بيعزونا، اللي بيصفروا لا. ايه الحكاية يا معلم؟ مش بقول لك جحش. الو، اهلا 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 يا امجد بيه. تحت النظر بس انت امر صحيح، ما تحرمش منك ابدا. حاضر، مع الف سلامه يا امجد بيه. مع السلامه. انت واد عبدون، شبيك لبيك يا معلم. البضاعة اللي خدناها من مزاد اسيوط اتشحنت وهتوصل الليلة في القطر على محطة الجيزة. يعني فيها بيات هناك على بال ما نستلمها ونحملها في عربيات على هنا. اتصرف. ما تقلقيش، انا هاخد طرزان معايا وكل حاجة هتبقى خلصت. لا بلاش عبد الله، امال مين هيخلي باله من الوكاله لما تروحوا انتوا الاثنين؟ خلاص يروح عبد الله يخلص الشغلانه وانا بقى هنا في الوكاله. وانا عبد الله. عبد الله ما يفهمش في الحاجات دي، يعني لازم انت اللي تروح. فاهم يا ابو مخزنخ؟ فاهم يا ابو مخزنخ؟ فاهم يا رحمك. امال ازاي تروح؟ ده انا اللي هعرفك ازاي في ليلتك السودا دي. يا لهوي المعلمه اجري انت تاني. استنى بقى. البت دي كانت بتعمل ايه هنا؟ ما تنطق. يعني هتكون بتعمل ايه؟ كانت بتاخد لها فمين؟ غسيل ومكوى مش كده؟ اصل بقالي زمان ما غسلتش. يعني خلاص ما لقيتش غير الاشكال دي. اهو الموجود يا ست. اسمع، انا ما احبش مسخره في وكالتي، انت فاهم؟ بس ما كنتش عصبيه. طب امشي اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. يلا طيب يلا. انت غلطت، حقك عليا. يلا يلا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ادي راسك يا ابو. اوعى ابعد عني. واقول عليكي ده انا خدامك، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. يلا بره. طب حبات فين بس دلوقتي؟ ده انا ما صدقت لقيت حته التوا فيها. روح بات في الشارع لك منه. يلا مش عايزك هنا تاني. طيب بره طيب. بره اطلع بره كده اهو. امرك. Thank you.
صباح القلب الابيض. صباح الخير يا معلم حلوم. انا جاي لك في شفاعة. كان على عيني يا معلم. ده وسخ وكان هيوسخ الوكالة. معلش. ياما في الحبس مظالم. مظالم مين يا معلم حلوم؟ دي نسوان العرب كلها استجارت مني. انا مفتري. ايوه انت في حمص. بس خلاص اسكت. بس السماح طبع الملاح. جدع جاني واسترجاني. مش ممكن يا معلم مش ممكن. معلش بس انا المره دي ضمنه بدي بدي. اذا كان على البيت هي بنت الحته برضه ونجوزها له ونخلص. لا لا. وليه لا؟ وادي عبد الله عندك مانع؟ انا تحت الامر. يعني تتجوزها؟ تأمري بيها معلمة. أنا من إيدك دي لإيدك دي. آه عشان الغسيل يبقى رسمي. لا يا حبيبي أنا ما بشغلش عندي فاموليات. ما ياخدها ويغور يا معلمة. ده إحنا ما صدقنا خلصنا منه. اخرس أنت وتسد. بس خلاص بقى الكلام ده نبقى نقوله بعدين. المهم إن أنت تسامحيه دلوقتي. ها؟ يلا يلا هات حب على رأس معلمتك. خش وقف يا معلم. ومن القلب. اوعى كده كتك البلد. حقك على قلبي. بس عشان خاطر المعلم حلومه وجيتي. ربنا يخليك جميل. مش هنسهولك يا نعمت. وادي عبدون. انا نايف يا معلم. عايزك تهديلي حيله كل يوم في الشغل. طمني. فوت يا اخويا فوت. فوت يا معلمة. نتكلم بقى في المهم. العملية اللي قلتلك عليها خلصت وفاضل الإمضاء. والفرح حجزت له أكبر لوكاندا في البلد. وهتبقى ليلة يحلفوا بيها المعلمين. ايه ده؟ انت بتسرحي في ايه؟ في الليلة اللي هيحلفوا بيها المعلمين. يا طرطميش يا عفرفيش ياللي نهيتك ما بتنتهيش. انا مش وصيتك ما تعشقيش وقدام الحب ما تضعفيش. ما تسألنيش ده ما بيديش مع انه ما يسويش. امال كان ليه وعشان ايه؟ معرفش معرفش. لكن ما دريتش زي ما يكون حلمه ما بيتفسرش. عرفت كتير وما حبتيش واخدت كتير وما سألتيش. لكن كمستي دلوقتي ما حسيتيش. زي ما اكون صبيه غشيمه لا شفت ولا رايت. اعمل لي حكاب للقلب يحميني. الحب الحب حاكم ملوش سلطان. ما يقدرش عليه لا انس ولا جان. حبس حبس. طب والحل ايه؟ في ايدك انتي. بس عجلي بيه. اللي بتحبيه انسيه. اتجوز اللي بيحبك مش اللي بتحبيه. ملياش مزاج اتجوزك. انا حره يا اخي. مش انا اللي ينضحك عليا يا نعمه الله فوق لنفسك. ده انا اللذي واللذينة. هو ايه اصله يا اختي ده؟ مش كل شيء اسمه نصيب. نصيب؟ نصيب ايه بعد ما خدت النص مليون وعزمت كل كبارات الحته على الفرح؟ اسمع يا معلم. كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. اتفاق حصل. حصل الاتفاق وانت اللي رجعت في كلامك فيه. القلب وما يريد. يريد؟ ده انا هخليه يريد غصب عنه. حبس حبس. لا 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 ما احبكش وانت كده.
هتحبيني بعدين يا نعمة الله، هتحبيني بعد ما اكشف لك كل عمليات امجد بيه بتاعك واخلي اللي ما يشتري يتفرج. المناقصات اللي بيرسيها عليكي، البواك اللي بتحطها له في البنك، انا جبت كل البيانات. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا معلم حلومة؟ الحكومة لو عرفت هتشدكوا كلكوا في سين وجيل. دي جنايات، جنايات رشوة يا حبيبتي. الله الله، ومالك خدتها جد قوي كده؟ هو الكلام مش اخد وعاطل؟ السنت اللي ابتديتي على رأي المثل البادي اظلم. كنت بمتحني بشوفك هتقدر على عشرة ولا روحك في مناخيرك. عشرة يعني ايه؟ روق كده روق امال، وربنا يجيب اللي فيه الخير. ايه يا نعم طول الطريق ساكتة ما قلتيش ولا كلمة، ما تفهميني بليز. تعرف طبعا حكاية حلوم. يس اوف كورس، وانا طناش في الحتة ولا ايه؟ لكن مش انت اللي طمعتيه؟ يعني ما انت شايف كان قلب عليا كل الحارة ازاي؟ نعم طهلا، انت عايزة تتجوزيه ولا لا؟ اتجوزه؟ انا عايزه راجل اعتمد عليه. كنت المان ما انا قدامك اهو، ايه فردي حياتي اطول. بس على شرط يكون بيحبني. ربنا عالم بالقلوب. بس انا اديت كلمه الحلومة وما اقدرش ارجع فيها حتى لو على قابتي. بعد الشر، بعد الشر عليكي، انا رقبتي فداكي. يعني هتقدر تخلصني منه؟ اخلصك منه؟ ده انا هخلصك من اللي جابوه كمان. الاسعاف يا ناس، الاسعاف، اطلبوني اكبر دكتور في البلد، اكبر دكتور في البلد، وانا رقبتي سدادة. قلت لك ما تشتريش حاجة ما تفهمش فيها. تيجي يا عزيزي، تيجي يا ناس، العصف العيني، العصف العيني يا ناس، الوفاء والامل، اطلبوا الوفاء والامل يا ناس. مش بيقولوا الحين ابدا، ده اللي مجهول طبعا. قضاء وقدر، القنبله كانت ضمن الحدايد اللي اشتراها المطرود. قضاء والقدر يا عبد الله يا ابني بريء من الحادثه دي. قصدك ايه؟ فعل فاعل؟ طب مين اللي عملها؟ اصحاب المصلحه كتير، لكن مين اللي عملها؟ الله اعلم. انت زي التجارة وتخش هنا، انت عايز تسرقنا حرامي؟ انا؟ ايوه حرامي، ستين حرامي كمان. انت سكران؟ افهمني، انا كنت بدور على قلة المية. قلة مية حرامي؟ يعني ده الوكالة تهش كله؟ اوعى تفتكرنا عبيط،
ده انا بتكلف دماغي. انا مش فاهم انت ليه بس بتكرهني كده. انا عمري في الدنيا ما خفت من حد غيرك، انت الوحيد اللي لازم تسيب الوكاله. انت اظهر الخمره اللي حسيت لك نفوخه. انت الوحيد اللي معيشني في قلق وبسم معيشتي. بس انا احب اقول لك حاجه، انت مش هتاخدها، لان اللي هيحاول ياخدها هقتله هشرب من دمه. دي حبطله، دي بتاعتي انا. كنتش انت اللي قتلت حلومه؟ قال ما قتلتوش، لكن لو كان اتجوزها كنت قتلته. ويظهر اني هقتلك انت كمان لو ما خلعتش من الحاره قبل ما يطلع عليك النهار. واد عبدون تكلمت يا واد. ايه؟ كان عايز ظبطته بتسرقني. كذاب، ده هو بس اللي عايز يخلص مني. بس انت هو انا مش هخلص من وجع الدماغ بتاعك وده. الله، انتوا الاتنين لو اشتغلتوا مع بعض هتوشوني. انت من الليله دي مالكش شغل هنا. حلاوتك يا معلمه. ليه بس يا معلمه؟ هتطلع فوق. فوق فين؟ عندي في الشقه. اعمل ايه؟ الله، تشتغل. اشتغل ايه يا معلمه؟ انت تتكتم خالص ولا تشوف لك كشحه من هنا، فاهم؟ فاهم قوي. وانت تحت امرك يا معلمة. طب حصلني على فوق. امرك يا معلمة. الباب مفتوح. ما تخافش. شايف ان البيت اخر رواق ومش عارف هشتغل فيه ايه. يعني عاجبك؟ وهو في احلى من كده؟ كده. طب تعالي. كده كمان. اشرب ودعيلي. ايه ده؟ ما تخافش، دي قرفة بالجنزبيل. امال ليه طلبت مني اجي اشتغل هنا مع ان المكان مش لازمه شغل؟ انت برضه سددت. هو انا يخلصني برضه مرمطك وانت باين عليك ابن ناس. شرفك.
انا ما يخفاش علي حاجه ابدا. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ اصل دي اول مره اشوفك ما انتيش معلم. ويا ترى عجبتك؟ هو في احلى ولا اجمل من كده؟ القرفه ولا الجنزبيل؟ لا 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 ما احبكش انت كده. ايش اللعب ده كله يحصل وانا مسافر؟ ده واد لعبان وابن حنت يا معلم، لف دماغها وطواها تحت باطه. الله، ده انا اتعملت كوبري بقى زي 6 اكتوبر. والله عيني نعمه الله. قلت لك هي ملهاش دم، هو اللي اتمسكن لحد ما اتمكن. على العموم دون توري. يعني ايه؟ ما تقلقش، البضاعة جاهزة والمعلم عبد الله زمانه جاي. حاضر حاضر، حوصي عليك من عناي.
مع السلامة. هلو يا معلمة. نعم، يلزم أيها خدمة؟ الله، خبر إيه؟ هو الكلام صدى ردى ولا إيه؟ عايز إيه؟ عايزك في كلمتين. لا مؤاخذة، أصل ما عنديش وقت. لا اسمعي، أنا حقي ما يتاكلش أوانطة أبدا. حقك؟ حقك ده يطلع إيه؟ حقي ومستحقي، وأنا مش دافع لك المهر ولا إيه؟ المهر ده يا عمر. حلومة، ألف رحمة تنزل عليك يا حلومة. هو أنت اللي عملتها؟ هو في حد غيري؟ مش أنت اللي قلتيني خلصني منه وعدتيني بالجواز؟ أنا ما قلتلكش اقتله. الله 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 الله، هنرجع في كلام المعلمين ولا ايه؟ احنا ما رحناش عشان نرجع يا دبش. انا ما قلتلكش اقتله. انا ما قتلتوش. في حد قالك اللي انا جيت ناحيته؟ انت اللي قلت. عشان اكسبك، وده مش غلط، انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا بكوزة اتجوزك. ما كانش ينعذر، ما قدرش اتجوز اتنين. اخلصي منه، ده واد سكه هيقشط اللي وراكي واللي قدامك. لا بقى، ده انا يتقطع لساني اللي يجيب سيره جوزي. الله الله الله، خبر ايه؟ خبر ايه يا نعمة الله؟ اسم المعلمه يا رياض، واتفضل بقى وريني عرض كتافك. انت بتطرديني بره؟ هتندمي. حابس حابس، لا خوفتني. انت احسن لك تسد بقك، لحسن البسك جنايه حلومه واجيب لك شهود ولا تطلق قروض. ايه ده يا نعمة الله؟ كده يا ضنايا. الله، المعلم رياض هنا؟ اتاري الوكالة منورة. وجودك يا معلم يا عزيزي، تيكت ايزي، كل من عليا فينش. يا ايه دي؟ الدنيا ولا الوكالة؟ اللي هي هي بقى، تبقى ببقك وتقسم لغيرك وتباي سير. الراجل ده قصده ايه؟ اخلعه من نفوخك، ده راجل خرفان. قول لي يا حبيبي، لك مزاج تعمل شغل للوكاله؟ ولا تحب نطلع فوق نعمل قرفه بالجنزبيل؟ نطلع فوق. مالك حبيبي؟ بتفكر في ايه؟ فيكي. حياتي، بتحبيني يا عبد الله؟ بس خايف منك. صاليك مني انا؟ في كلام كتير في الحاره، كلهم بيغيروا منك وبيحسدوك عليا. مفيش دخان من غير نار. لا لا، انت اليومين دول مزاجك مش هو. ما تيجي نخرج نسهر في اي حته نروق شويه. ونخرج ليه؟ لو ما كنتش اقدر انا روقك هنا ما بقاش نعوضك.
زي مزاجك دلوقتي. مبسوط يا حبيبي؟ مفيش كده. طب نام بقى واستريح عشان بكره الصبح عندنا مزاد. مزاد؟ مزاد ايه؟ هو انا ما قلتلكش مزاد الحكومه؟ احنا مش اتفقنا مع المعلمين ان المزاد ده هنسيبه لرياض دنش؟ وماله؟ بس انا بقى لازم اعلمك ازاي تكسب حرب السوق. اول درس لازم تتغدى بعدوينك قبل ما يتعشوا بيك. اتغدى برياض دنش؟ وتحلي بنعمة طلبة. يلا يا تجار، يلا يا كبار تجار، يلا يا اكابر، المزاد هيفتح، المزاد هيفتح، المزاد للي حاضر، المزاد للي جاهز، المزاد يفتح بمبلغ اساسي 50 باجو. 50 اند هاف. 50 اند هاف المعلم رياض. 50 اند هاف المعلم رياض. 60. 60. 60. مدام زود عليك يبقى المزاد قانوني. 60. زود انت اي كلام هيبقى المزاد من نصيب. زود. 60. 60 اند هاف. بس يا جدع. 60,500 على عنا. 60,500 المعلم رياض على دوي. 100. والمية شوية. دي العملية سخنت. 100,000 جنيه المعلم عبد الله. مش عطياني كلمة جنتلمان ولا ايه؟ وانا عندي كلمتي، بس انا ماليش حكم على المعلم عبدالله. كده؟ 100,000 جنيه المعلم عبدالله. 100 اند هاف. 120. 120 اند هاف. وكفاية يا عبدالله. 130. ده مش وصول شغل بقى. الله، حابس حابس وانا مالي. اهو المعلم عبدالله عندك، اتراضى معاي. 130 اند هاف. واستنى 5. يا عبد الله ما تفوق كده، المكسب خساره عند الحكومه. هديلك 20 باكو واخلع من المزاد. 140. 140 عند هاب وباين عليه يوم اسود. هديلك 25 باكو واخلع بليز. 145. يا نهار اسود يا جدع، مش اصول شغل ده يا معلمة. 30. شفت الراجل خلقته اتقلبت ازاي وهو بيدفع لي فلوس؟ اهو 30,000 جنيه خدتهم من حباب عينيه. 30,000، شكرا يا رب. اهو انت النهارده عملت لك جو كبير قوي في السوق. ربنا يديمك عليا نعمه. يا مساء الفلالي. يا مساء الارندالي. مرحبا سب. اطلع عزيز يا سهلانه. الله يخليك يا سب. اتفضل. مساء الخير يا رجاله. اخونا الرئيس الدباح لومانجي واراري وسوابقه جنايات جيزه وبني سويف. حصل لنا التلفز. ولع دباح. حلاوتك يا اللي بتشعلل الرايه. كرس من دي 70-80 عقبال ما الاقي عمك حبش. ماشي يا معلم. ايه؟ ليك مزاج تنسطر على انفراد؟ قال المثل يا عسل. هي حصلت يا رياض يا دبش؟ تأجر واحد يقتل عبد الله؟ بقول لك دافع له باكو مقفول، لكن الدباح ما يقدرش يتعدى على المنطقة دون ما يستأذن من رئيسها. والله عال يا رياض يا دبش. تحب اخدمك فيه وامسح لك اثره من على وش الارض؟ لا، خليك انت العوزة. المهم، عملت انت ايه مع الدباح؟ ما تخافيش على سعد الله يا معلمه. تشكر يا حبش، خد دول. ايه ده؟ فلوس؟
خيرك مغرقنا يا معلمه. معلش اصل الحشيش غالي اليومين دول. انما ما قلتليش ناويه تعملي ايه يا معلمه؟ ما تخافش عليا، ده انا ياما دقت على راسي طبول. مين؟ مسز عبد الله؟ اهلا اهلا يا ميت مرحبا وفل. اهلا هاتوا عزيزه، اتفضلي. ما تفضلش، انا جاي اقول لك كلمتين وامشي. عارفهم، ما تقدريش تستغني عن المعلم رياض، ورياض في الانتظار وجاهز. تبقى غلطان يا ضنايا. رياض دبش ما يغلطش ابدا، رياض يستنى على صيده لغايه ما يوصل له برجليه وهو جه. تعرف يا رياض يا دبش، لو حد مس شعره من انسان عزيز عليا انا اقدر اعمل في الابعد ايه؟ الله الله، لزومه ايه السؤال ده دلوقتي؟ لزومه عبد الله، المعلم عبد الله غصب عن اجدع شنب في الوكاله. الله الله الله، ماله عبد الله؟ اي دونت نو. عربيه توصل وهو ماشي في الشارع، سكينه في الضلمه من واحد سكران، قنبله تفرقع في بضاعه شاريها. ها لو حتى ناموسه قرصته. يبقى انا اللي بعتها له، مش كده؟ اسمع، انا ما احلفش بمقاصيص دول باطل. ها ساعتها هاخد بطار عبد الله، ملكي وميري وشافعي وابو حنيفه كمان. الو، ايوه، مين عايز؟ تعرف حد اسمه امجد؟ الو امجد بيه، اهلا. لا 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 لا، انا زعلانه منك كده برضو، ما تسالش على نعمه. كنت فين؟ سويسرا البلد ولا سويسرا الخيم؟ طب خلاص مش زعلانه منك، المهم اني سمعت صوتك. فين؟ عندك في البيت؟ طيب حاضر. طبعا هو انا اقدر اتاخر؟ من عيني. مع السلامه. اسمها ما اقول لك، انا راخر عبد الله والاجر على الله. يطلع مين امجد بيه ده؟ امجد بيه في الوزاره هو الكل في الكل. حلو، وكمان هناك هتقابل كبارات ياما. خدت برجلك اليمين وارسم منظرك. اهلا اهلا اهلا. بونسوار يا امجد بيه، اقدم لك عبد الله بيه شريكي في البيزنس. تشرفنا يا عبد الله بيه. اهلا بساعتين. عبد الله بيه ده راجل اعمال كبير قوي يا امجد بيه، امبورت اكسبورت. ما شاء الله ما شاء الله. على كل حال البيت بيتك يا عبد الله. بزنس از بزنس يا عبد الله بيه، طنش. بونسوار تايمور بيه. بونسوار نعمة الآن. يا ترى خرجت المؤسسة ولا لسه؟ يا شيخة حرام عليكي، ده لسه مستلمها. مستعجلة على إيه؟ عشان أروح أنا وأنت نونسه وقعد على تلاتة. بونسوار يا فندم. مرني يا بيه، عمرك فين؟ عملية الوزارة اللي كنت وعدت فيها. استوت؟ تقريبا. ما
لو انك في شويه اعتراضات في اللجنه. لا امجد يفوت في الحديد. انا من بكره هحط لك في حسابك في البنك 20 ب بس 25. بس انا شفت شريكك ما يعرفش حاجه عن الموضوع خالص. عيب يا امجد، هو من امتى العمليات اللي كاتبينها كان سمع لها حس ولا خبر؟ عيب، ده انا نعمه الله والاجر على الله. وفي كمان شرط تاني اهم من الشرط الاولاني. ايه هو؟ شقه اسكندريه فاضيه، ما تيجي نقعد لنا فيها؟ لا لا لا، ما احبكش وانت كده. امال امتى هتحبيه؟ مؤاخذة يا سعادة البيه، ما كنتش اعرف ان انت والهانم كنا بنشم الهوا، اصل اتخنقت جوه من دخان السجاير. وانت برضو واسم الله عليها، مش كنتوا خارجين تشموا الهوا زينا ولا ايه؟ انا نسيت اعرفكم ببعض، ميرفت بنتي ليسانس فلسفه. يا حبيبتي فلسفه؟ هو ده من اهل مؤاخذه؟ ده انت حلو. وانت كمان امر. بس انا يا اختي حابس ملياش في الفلسفة. وانا ماليش في الخردة. انت بتستهويني بالخردة؟ الخردة دي حلوة بتشتري ناس. مش كل الناس يا هان. كل الناس؟ تبقي حضرتك لسه ما عرفتيش ناس. اللي يقبل انه ينشري يا هانم هو اللي يستاهل انه يتباع، لكن في ناس تانية لا. خدي عندك مثلا بابا. مثلا ولا واحد زي عبد الله بيه. ايوه صح. تكسبي يا حبيبي، مدام عبد الله بيه وبابا بيه موافقين على كلامك يبقى انت الصح. انا غلطان، لا مؤاخذه، اصلي ما تعلمتش فلسفه. اسكتش. اهلا ويلكم امجد بيه. طبعا يا عم سايبنا، ما هو اصل من لا احبابه. ايه بقى قصدك؟ نعمة الله والاجر على الله. يا راجل كنا قاعدين في الفرندة بنشم شوية هوا، ده حتى كان معانا شريكها، ده اللي اسمه ايه؟ اسمه عبد الله. امبورد سبورت. تعرف ان ميرفت بنتي مهتميه بيها، مع انها في النادر لما تهتم بحد من اللي بيجوا عندي. باين عليه شاب كويس. كويس ده اخر الكواسه. فيري جود. يس اوكي. ومركزه في السوق شكله ايه؟ فيري ماتش يسير. شريف نعمة الله بس؟ لا يا سعادة البيه، في الناحية اللي بتفكر فيها لا، ده شاب مستقيم قوي. عازم اتجوز؟ اليومين دول بندور له على وايف فيري بنت حلال. فيري جود. فيري يس.
اعمل لك همة وشيل يا اخوات اهو، ما دام الشيالين بقوا معلمين. واد عبدون، ايه سيب اللي في ايدك وتعالى. خد طوع العربيه. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده كله ايه ده كله؟ هو ده البيزنس اللي على كبير. بيع مش بطاله في السليم قوي عبد الله. ما تغلاش عليك يا معلم رياض، كنت عايز حاجه اشتري. الله ازاي، هو كلام مش مع صاحبه الشأن ولا ايه؟ انا بقى صاحب الشأن والكلام يبقى معايا. ما قلتش حاجه تضحك يا معلم رياض. لا ما انت مش اول واحد يعني يتمنظر بالشكل ده، في غيرك قال كلام زي ده كتير. قصدك ايه؟ شوف المعلمه نعمه الله يا عبد الله زي الدنيا تمام، تنفخ في الواحد تطيره فوق وبعد كده فس ينزل على جدور رقبته. افتضح بقى وقول قدام السعاده يا معلم رياض. يا عزيزي تيكت ايزي. واد عبدون بقول للمعلم بتاعك على اللي طلعوا فوق قبل كده جرى لهم ايه؟ فيري جود اوتوموبيل. اهلا يا عم مخلوف. اتفضل يا عم مخلوف. بالك من الوكاله يا عبدون. كوبيك كوبيك يا معلم. فين معلمك يا واد؟ جالي ورا صاحبه. صاحبه؟ صاحبه مين؟ اللي ما يكرهش في الدنيا حد غيري. مخلوف زينهم. اللي عملته انا ده غلط يا عم مخلوف. ده انا اتجوزتها شرعي وهي ادتني كل حاجه. اديتك فلوس ما عندهاش اكتر منها. وبكره تدوسك بجزمتها زي عقب السيجاره. لا يا عم مخلوف، الست بتعاملني بما يرضي الله. لا انت حكون الاولاني ولا حكون الاخراني. نعمة الله بتحبني. نعمة الله عمرها ما حبت الا نفسها. وبكره تضيعك زي اللي سبقوك. اللي اتسجن واللي اتجنن واللي انتهى زي ماضي واللي اتقتل زي حلوم. انت عايز تقول ايه يا عم مخلوف؟ عايز تقول ان نعمة الله ليها دخل بموت حلومه؟ وغيره وغيره وغيره. ومش بعيد انا كمان. انا لو حصل لي حاجه هيكون دمي في رقبتها. مش معقول. نصيحتي ليك يا ابني انك تهرب. اهرب بمستقبلك وشبابك منها ومن الحاره الملعونه دي. عم مخلوف ما يكدبش. ليه؟ انزل؟ اهو العالم كله ما بين اللي قرش ملحيتي وما بين اللي طمعان فيا. عم مخلوف ملوش مصلحه غير الخير للناس. يعني تصدق مخلوف وتكدبني يا عبد الله؟ انا عايز اصدقك لكن لكن يا حبيبي اخصى عليك، انت لسه بتشك في حبي يا عبد الله. انت الوحيد اللي انفتح قلبي بعد القساوة ما قفلته. انا اتبهدلت كتير وشفت ايام سودة اكتر. اتظلمت وظلمت، ضحك عليا وضحكت على غيري
لما انت جيت كل حاجة في الدنيا اتغيرت. حبك خلاني اشوف الدنيا بنظرة تانية، خرجتني من الغابة اللي كنت عايشة فيها. انا ماليش غيرك في الدنيا يا عبد الله، انا حبيتك قوي قوي. صدقني يا عبد الله صدقني. سيبيني لوحدي شوية. طب اعمل لك قرفة بالجنزبيل. لا طب تدخل تستريح شوية. قلتلك سيبيني لوحدي شوية. أعوذ بالله من غضب الله. ليه كده يا عم مخلوق؟ ده أنا جاية لك وقصدك تساعدني. طبعا بخصوص عبد الله. أنت ليه فهمني غلط يا عم مخلوق؟ ده أنا غلبانة ووحدانية وكنت غلطت. ربنا بيقبل التوب. ما شاء الله. وربنا تاب عليكي؟ الحمد لله. خد خدني يا عم مخلوق. إيه دول؟ عشان الجامع. تفرشوا بالسجان وتنوروا بالنجف. خد يا عم مخلوق. أعوذ بالله، الجامع في غنى عن فلوسك. ليه كده يا عم مخلوق؟ انت مش بتقول ان ربنا بيقبل التوبة؟ يقبلها صادقة لما تطهري نفسك من المعاصي اولا. أعوذ بالله من غضب الله. سلامتك. مالك زعلان كده؟ ما تكونش شارب لك ربع كابس. لو انت صادق كمان الجو هو اللي قلب. ما قلت لك من زمان ما تتنفخش. الدنيا غروره، ما حدش ركبها وما نزلش. شيش بيش راحت عليك. اسمع عم اقول لك، لازم كل الناس تعرف ان انا المعلم هنا. بس كده ماشي يا حبيبي، انت المعلم وسيد المعلمين كمان. انا بقى بصراحه طريقه الشغل بتاعتك دي مش عجباني. ايه اللي حصل بس ومش عاجبك؟ انا بقى مش بتاع قرنوس زي رياض بدش، انا معلم متعلم ولازم افكر بتكتيك. بشوقك يا حبيبي، ليك مزاج تاكتك تاكتك. بعد عمليه امجد بيه الشغل كبر، وانا بقى لازم اثبت وجودي فوق الحرب اللي فيها. يا اختي، طب واوامر المعلم ايه؟ لازم نتوسع اكتر واكتر، نخش مناقصات الصعيد، ننزل مزادات بحري، فلوس. انت تقعدي هنا في الوكاله وانا افتح مخازن في الصعيد والارياف. لا تبعد عني. لا انت بس عايزاني اقعد جنبك هنا اشرب قرفه بالجنزبيل. ومالها القرفه بالجنزبيل؟ كل همك انك تربطيني جنبك زي خير الحكومه، دي بقت عيشه تقرف.
انا قلتها كلمه 300 باكو يعني 300 باكو اللي عاجبه على كده يشيل. ده كلام بيع وشراء يا معلمة. خلي بالك الكلام معايا انا مش معاها. المعلمة طول عمرها بتعاملنا بس ما بتتمسكش زيك كده. لكن انا بقى بتمسك. بس البضاعة ما تسويش. معاشي اللي خسرته يا معلمين. انا هبيع بس ب 150 والشيالة كمان على الحساب. ايه اتفقتوا؟ اتفقنا يا معلمين. كده؟ يعني انا ماليش لازم. عن اذنكم. عبد الله. استنى يا عبد الله. تاني مره ما تتدخليش وليك راجل يتكلم. يا عبد الله ما انت كنت هتضيع البيع. انت اللي عبيطه وانضحك عليكي. انا عبيطه؟ ده انا نعمه الله والاجر على الله. انا يا حبيبي ورثت الكارد عن ابويا وعن جوازي. وجوازك دول يطلعوا ايه؟ كانوا احسن مني؟ لا بقى دول كانوا معلمين تقايل قوي. انا برضو بقيت معلم واسمي معروف قوي في السوق. معروف بمين غير بيا؟ انت فاكر ان التجار بيعاملوك الا عشاني كده برضه يا نعمه الله؟ انت تلموذ يا ضنايا تتفرج عليا وانا بقسم وتتعلم التقسيم. اسمع بقى يا نعمه الله، كل واحد فينا يروح لحاله، احنا خلاص ما بقيناش ننفع مع بعض. لا لا ده مش كلامك يا عبد الله. قصدك ايه؟ قصدي مخلوف. تلاقيك رجعت تاني تقابله ويود ودنك. انت كل حاجه عندك مخلوف مخلوف مخلوف. ايوه مخلوف، هو السبب في كل حاجه، هو اللي غيرك. تحب اسيب لك البيت وامشي؟ عبد الله انت اللي تقول الكلام ده. لك حق تقول اكتر من كده ما دام الراجل ده ملا ودانك. يا عتول نادر حرام قتل الشيخ مخلوق. وليه؟ وفين؟ عند ابو. بس انا من اسعاف عم مخلوف. عم مخلوف مين اللي عمل فيه كده؟ ضربوا جري. قولوا لي مين؟ ضربوا جري. ضربوا جري. خارج الجامع. استنى لحد امتى؟ ما انشطط بقى. استنى ما يرجع معلمك. هيوريك وشه تاني. ما خلاص. لا في القشطه وخلع. لا. عبد الله ما يسيبنيش. ما يقدرش يبعد عني ابدا. طب لو رجع تاني انا هغير اسمه في الوكالة وهخليه هو بالذات ينقي لي اسم مرة. طب امشي غور من وشي بعد عني، ما تورينيش وشك تاني. امشي بكتك البلد. همشي اغور بس برضه مش هيرجع تاني. اهلا عبد الله. انت لسه فاكره اسمي؟ يا خبر طبعا. انا اخدت ميعاد من ساعه البيت. بابا بيلبس وجاي حالا. اتفضل. شكرا. اخبار شغلك ايه؟ ما هو ده اللي خلاني اجي عشان اقابل ساعه البيت. اصل انا عايز اغير حياتي كلها. كده مره واحده؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا صحيح كسبت فلوس كتير لكن الفلوس ما عملتنيش عبد الله اللي كنت بحلم بيه. الفلوس مش ممكن تشتري غير الحاجات اللي ليها ثمن، لكن عندك السعادة مثلا مش ممكن تحققها غير الحرية. حرية؟ ايوه حرية الاختيار، ان الانسان يختار ويعمل اللي هو عاوز يعمله من غير اي ضغوط مادية او ضغوط عاطفية. ياه ده انت كأنك قريتي كل اللي في قلبي واللي ما كنتش عارف اقوله ابدا. على العموم مادام عندك الاحساس ده تبقى حطيت رجلك على اول الطريق. لكن ساعات الواحد يحتاج لبني ادم يقف جنبه وبعدين يكتشف انه البني ادم ده ما كانش اللي هو ويبقى تمام مساعدته انه يتحكم فيه. علشان كده لازم تدور وتتعب لغايه ما تلاقي البني ادم اللي تهمه مصلحتك بدون اي مقابل. فعلا. اهلا اهلا يا عبد الله. اهلا صاحبي، اسف تاخرت عليك شويه.
لسه ما قدمتيش حاجه لعبد الله بيه؟ ما هو هي قدمت لي اهم حاجه، فتحت لي مخي على حاجات كتيره انا ما كنتش فاهم. تبقى دوش دماغك بالفلسفه بتاعتها. بابا الفلسفه ما هياش دوشه. طيب يا ستي، حاضر حاضر حاضر، على اذنكم اروح اعمل الشاي. اهلا عبد الله بيه، مرة وحياتك هتعمل الشاي نور. حاضر، اتفضل. يا اهلا اهلا يا عبد الله بيه. اهلا اهلا بيك يا فندم. ازاي معلمه كبيره؟ بصراحه يا فندم انا فضيت الشركه معاه. ايه زعلتك في حاجه؟ لا يا فندم، مش عارف اقول لسعادتك ايه. انا هقول لك تقول لي ايه. بس انا لاحظت حتى يوم الحفلة إن كان بينك وبينها كده شوية نظرات وإشارات غير الشغل خالص. استغفر الله يا سعادة البيه، أنا اشتغلت معاها وكسبتها، بس هي بقى اللي حاولت تحول الموضوع لحاجات تانية. بصراحة سعادتك أنا مش بتاع الحاجات دي. طب ما أنتش خايف دلوقتي بعد ما فضيت الشركة؟ هتعمل لي إيه؟ نعمة الله ملهاش مليم واحد عندي، وانا خلاص استقلت بفلوسي، وعشان كده جيت لسعادتك. طلباتك يا عبد الله بيه؟ سعادتك تتكرم عليا وتساعدني. سعادتك خيرك على كل تجار البلد، وانا دماغي مليانه شغل، بس لو حضرتك وقفت جنبي. والله يا عبد الله انا يعني مش قادر اقول لك دلوقتي، اصل الظروف غير اللي هي زمان. يعني على كل حاجة سيبني افكر. انت لسه هتفكر يا بابا؟ انت عمرك ما رفضت لحد طلب، وعبد الله جاي مستني فيك. ابسط يا عم، لقيت لك محاميه شاطره. ما هو الخير يا فندم على قد الوردين. انا نصحتك ما تنصحتيش، وقلت لك ما تحبيش، لكن انت اللي ما سمعتيش. ما تلومنيش، ده ما بيديش. ودلوقتي انت اللي طيرت طيري. وهو فين دلوقتي؟ دلني عليه. رفرف وطار طار وعشش على غير. لا لا، عبد الله ما يسيبنيش، ونبعد عني ما ينسانيش. عبد الله كان غريب وهي نجته، ما كانش لاقي الطريق وهي دلته. انا شايفه دلوقتي ماشي معاها في بستان، وبيقطف الفرح اشكال والوان. عبد الله من غيري ما يسواش، وقلبه عني ما يستغناش. عبد الله راجع تاني، هيرجع تاني وانا هستناه. عبد الله مش راجع تاني، ده نصيب ولقى. يمكن تكون سحرانة. لا، ده مش سحر، ده نصيب متقدر، وعد ومكتوب. لا، خلص منها، فك العمل، وكل طلباتك مجابه. ما اقدرش، ده قدره سلطان اقوى من الانس ومن الجان. ما تقدرش ولا ما تعرفش، انا رايحه للشيخه ميمونه كديه الزار. همك ما يدير.
مش عايزه تصدقيني ليه؟ بقول لك اتجوز بنت امجد بيه. انت كذاب. ده انا ذات نفسي حضرت الفرح وباركت له وبوسته من حبي فيه. مش معقول، مش ممكن. لا ما صدقكش، ما صدقكش. ما قلت لك ده ابن كلب. ما 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 تفون نفسك بقى. اخرس انت، مالكش دعوه. يعني ده جهازاتي اللي انا عايز مصلحتك؟ طب ما تتكلم انت علم رياض. عبد الله اخد مصلحته معاكي وفينش، ودلوقتي مناسب امجد بيه عشان يوصل اكتر. مش ممكن، مش معقول. عبد الله يعمل كده؟ مش مصدقاني؟ روحي شوفيه. مطرح ما وديتيه بايديكي في فيلا امجد بيه. قلتلك ده نادل وما تستاهلش انك تفكري فيه. سيبك منه بقى وانسيه. شوفي نفسك بقى، بس اهم حاجه انك تلغي التوكيل اللي انت عاملهوله. احسن يقش ويكوش على كله كله. عملتي لي حاجات كتير ما اقدرش انكرها وعمري ما هنساها. ما هو باين، وتشهد على كده ورقه الطلاق اللي بعتها لي وجوازتك الجديده، مش كده يا عبد الله؟ فاهمين انا يا مطلع، انا كان لازم الاقي نفسي. ليه؟ هي كانت ضايعه منك؟ ما كنتش لاقي غير واحده شرياني بفلوسها، ويوم ما هتزهق مني هترميني زي ما رمت غيري. لا ما تصدقش، انا اتحبيت كتير بس عمري ما حبيت غيرك انت يا عبد الله. انا كمان حبيتك، لكن الحب لوحده مش كل حاجه. امال عايز ايه؟ فلوس وديتك، ما ادتنيش غير الغدر والخيانة، ودلوقتي راح تفتح لي محل لوحدك من عندك كله. ما
بفلوسي، بفلوسي اللي كسبتها من عرق جبيني. اوعى تفتكر اني سحبت مليم واحد بالتوكيل بتاعك. دلوقتي تقدري تلغيه وتقعدي تحاسبيني. احاسبك؟ احاسبك على ايه؟ ده انا فلوس الدنيا بحالها ما تسويش عندي ضفر رجلك. ان كان على المعلمه اتمعلم يا عبد الله، وانا اتستت واقعد في البيت، بس المهم ترجع لعيشك. بعدين ليه؟ عشان اتجوزت بسيطة طلقها. اطلق ميرفت؟ يعني هتكون احسن مني؟ خلاص اخترت حياتي وشريكتي، مش عايز ابص لها. عشان ابوها امجد بيه؟ مفيش داعي للكلام ده يا نعمة الله، لحد امجد بيه وما تغلطيش. ما غلطش في شيخ منصر. وبعدين معاكي؟ ده ما بيرستيش عطا على تاجر الا لما ياخد نصيبه مقدم. انت كدابه. كده بكره هتعرف وتشوف. فوق لنفسك يا عبد الله، اختي الشيطان حبيبي، احنا ملناش غير بعض يا عبد الله. مش نفسك، ما بقاش في فايدة كده. أنا كمان خلاص ما بقتش عايزاك، بس أنت ما تعرفنيش يا عبد الله، أنت ما تعرفش انتقامي شكله إيه. تاني انتقام؟ كفاية بقى، شيل الشر من قلبك علشان تقدر تعيشي. خسارة يا نعمة الله، خسارة. ده أنا اللي حوريك الخسارة شكلها إيه. ده أنا نعمة الله والأجر على الله يا عبد الله. زمان شقت، زمان شقت المعلم عبدون. انت يا واد مش خمارجي قراري. امال ازاي بيقولوا ان الخمره بتنشي الهم وهي معايا بتزوده؟ يعني كانت نسيتني انا ايه؟ ما انا
زيك وقت مثل الغدار. ظروف بتخلص ذنب ناس بتناس. بس انا ما عملتش مع حاجه، ما غلطتش معاه، انا كنت بحبه وغيره كمان حب، وانت اللي غدرت بيه. بس انا لسه بحبه وغيره كمان لسه بحبك قوي. بس انا عايزة انتقم منه. ايوه لازم انتقم منه. ما انا كنت هقتله لولاك انت اللي حشتينا عنه. يا ريتني كنت سبتك، يا ريتني كنت سبتك، يا ريتني كنت اصطادته لوحده وخدته على اخوانا زي ما قتلت حلومه الجحش. هو انت اهلا يا الف ويلكم، يا الف اهلا وسهلا يا عم طلق. جود مورنينج يا معلم. يوب قصدي صباح الخير. وبعد الصباح يا جميل هنمسي، وبعد ما نمسي هنسهر للصبح ونتفاهم. مش قلتلك انا استنى صيدي لغايه ما يجي عندي برجليك. يقطعني ما فهمتكش، اصلي غشيمه. انت غشيمه؟ مش مصدقني؟ معلش اصلي غلطت في حقك كتير يا رياض. على كل حال مسامح كريم، انا تحت امرك يا نعمه طالب. يعني لو طلبت منك طلب هتنفذه لي يا رياض؟ انا فاهم انت عايزه ايه. طبعا عبد الله. مش هرتاح ولا يهنى لي بال الا لما اشفي غليلي منه. يا ما نصحتك على عموم طلباتك. يرجع زي ما جاني اول مره، مهلل مبادل ما يسواش العضة. تبقي لسه رايداه؟ لا بيتهيألك، بس انا ما سيبش طاري ابدا. كده تحت امرك على كل لون، بس تاخد لي حقي منهم. منهم مين؟ هو في حد غير عبد الله؟ الراس الكبيرة الاول. قصدك امجد بيه؟ الدرجات يا رياض، الدرجات دي؟ ادي نعمه طالب سعاده البيه، نعمه طالب اللي سعادتك بترس عليها كل خبطه والتانيه ومجلي محسوبك. يا رياض انت بتقول ايه دلوقتي؟ خلينا في المهم. يا سعاده البيه، نعمه طالب دي ست غداره سعاده البيه، ملهاش امان. طب بلاش الشنطة دي يا سعادة البيه، فيها 50,000 جنيه عطيهم لي وصلهم لسعادتك بخصوص المناقصة بتاعت مخازن الكهنة. ايه؟ رشوة؟ يس اوف كورس. مال يا سعادة البيه، عارف سعادتك أول ما تلمس الفلوس بإيدك الطاهرة وأنت خارج من الوزارة، بدل ما تلاقي في إيدك الفلوس هتلاقي في إيدك الكلابوش. على العموم ياض مش هنسالك الجميل ده ابدا. مش عارف اكافئك ازاي. انا اقول لسعادتك بقى تكافئني ازاي؟ الايام جايه كتير يا سعاده البيه والمناقصات اكتر. ما من جهه الفلوس؟ الفلوس اهي يا سعاده البيه، 50,000 جنيه. الفلوس دي اعتبرها هديه علشانك، ويبقوا حلال عليا يا سعاده البيه. يا من عم طلق خسرتني كتير، لكن ما قلتليش سعادتك
ناوي ان شاء الله تعمل معاها ايه؟ اعمل معاها ايه؟ اطمن يا معلم رياض، انا هتصرف، هتصرف كويس قوي. انت عادي عبدون يا فرج الله. ايه يا معلم؟ المعلم رياض رجع ولا لسه؟ لسه. انما ايه المساله بالظبط يعني؟ كل شويه تسال عنه. وانت مالك انت؟ الو؟ مين؟ امجد بيه؟ انت بتتكلم منين؟ مش من السجن يا نعمة الله. رياض قال لي على كل حاجة وكسب في الحكاية دي 50,000 جنيه. فلوسك. يكون في علمك انك من النهاردة مش هتكسبي مليم واحد من الوزارة. وعبد الله مش هيسيب بنتي عشان واحدة زيك. اسمعيني بقى كويس، لو حاولتي تتعرضي له أنا هضيعك نهائي. كويس اللي لقيتك. ايه اقول لروحي مبروك؟ يس ونو. الله، ايه الفزوره دي؟ مش فاهمه. طلع ابن لئيمه بقى، مرضيش ياخد الفلوس في المكتب. وبعدين؟ عطاني معاد في الشارع، بعت لي عبد الله. الظاهر عبد الله المندوب بتاعه دلوقتي. يعني باظ الملعوب. ولا يهمك، نفكر في غيره. بقولك ايه؟ يا موري، انا مش قادرة اتكلم هنا قدام الواد عبدون. ما تيجي نتقابل بره احسن، اهو منها نتكلم ومنها نروق شوية. اهو كده النعناشة. كمون يا روحي. لا لا لا، ما حبكش وانت كده. ما نقدرش نخرج من الوكالة مع بعض. يس بليز. هنتقابل في ايه؟ نتقابل فين يا نعمة الله؟ الله، مين؟ عبدون؟ ايه اللي جابك؟ المعلمة بعتاني اقول لك انها اجلت الميعاد. اجلت الميعاد؟ اجلته لامتى؟ بعد عمر طويل. جوات لسيادة طنطات الكتب. أمجد بيه؟ أمجد بيه؟ أمجد بيه؟
قدرتش توصل لحالي. يعني دم بابا يروح حضر؟ اهدي بس حبيبتي، مفيش حد دمه بيروح حضر. مسير الحقيقة تبان والممكن ياخد بسببه. بابا عمره ما كان له أعداء، ينقتل ليه؟ بابا كان طول عمره طيب، بيحب الخير للناس. ينقتل ليه يا عبدالله؟ ينقتل ليه؟ فهمني. انتوا طبعا ما يخلصكوش ان واحد زي ده كان من صبياني يعمل قصادي معلم في السوق. واديكوا شايفين بيعمل معايا ايه. انا عايزاكوا تحطوا ايديكوا في ايديا. يعني نعمل ايه يا معلمه؟ انتوا مش اكبر تجار في الوكاله؟ ايوه. خلاص مش عايزاه يكسب مزاد، مش عايزاه يرسي عليها عاطة، عايزاكوا تقفوا له في كل بيعه يدخلها. اذا كان على الخساره انا سداده باكو 50 500، انا مستعده ادفع عمري. بس عبد الله ما يكسبش مليم. وجب يا معلمه. تقرب يا معلمه. جدك يا معلمه. وموري ده انا نعمة الله والاجر على الله. يا عبد الله مالك يا عبد الله؟ حصل ايه؟ خسرت المزاد. احنا مش اتفقنا قبل كده انك ترفع السعر؟ رفعت لحد البيعة ما بقاش فيها من المكسب غير العند، لكن اللي قدامي رفع اكتر ومش عارف هيعوض منين. عبد الله انت ليك عدو بيحاربك وتهمه خسارتك. انا؟ لا. سمعت حاجه؟ وهسمع منين؟ لكن اللي بيحصل ده مش طبيعي. ده رابع مزاد تدخله وتخسره بنفس الطريقه. اللي بيحصل ده خراب بيوت. مخازني بقت فاضية ومش عارف اتحصل على بضاعة. ولا يهمك، انت مش كنت ناوي تدخل العطر بتاع شركة كفر الدوار؟ ايوه. بس ما تخافش، رئيس مجلس ادارة الشركة كان صديق لبابا الله يرحمه، انا هكلمه وهو هيرتب كل حاجة. لسه العطر عليه يعني ايه؟ انا مش قلت لك تزود عليه وتقدم اعلى سعر؟ وحصل يا معلمة، لكن عملية دخلت فيها كوسة. كوسة؟ كوسة يا ابن القرعة. الله، جرى ايه يا معلمة؟ أنا عملت اللي عليا وزيادة. طب يا أخويا متشكرين جدا، مع السلامة. خلاص اتكل. حبش. أمرك يا معلمة. Thank you.
يلا على العربيات يا رجاله. سرقت يا معلم. سرقت؟ ايوه يا معلم. والبضاعة؟ كانوا عندنا رجالة يا معلم، ضربوا الرجالة وسرقوا اللوريات كلها. أنا يبقى تخرب بيتي، أنا حطيت فيها كل اللي حيلتي. واد يا هواجي، النار خيصة يا واد. المعلم عبد الله بحاله؟ ياه، ايه اللي تحضرك كده يا معلم وخلاك صبي اهواجي؟ انا خدامك يا معلم، انا سبت الدنيا كلها ورجعت عشان ابقى تحت رجليك. طب ومين اللي عايزاك؟ قلبك. ما كانش ينعز. انا غلطان وقريت بذنب. الغلطان ذنبه على جنب. يعني اجي لحد عندك ترجعيني تاني؟ ما انا جيت لغايه عندك ورجعتني تاني. حقك عليا. ابعد عني، تلمسنيش. الله، هو انت رجعت تاني روح امك. لا يا عبدون، استنى يا عبدون، استنى يا عبدون. ما استناش، انا يا عيال بعتهم النهارده. اصطبحنا وصبح الملك لله. يلا فرقنا بقى. انا اتخنت على اخوانا يا معلم. يا خاي عامل لي سبع برومبا. يعني ما تهديش ولسه بعفيتك. هي اللي فضلتني وبرضه تقدر تحرمني. واقدر اقتلك كمان دلوقتي قبل ما تخرج من الحاره. ما كنت تقدري زمان وما قلتش عليك. طلعت اصيله بس يا خساره مع قليل الاصل. اللي فات مات والغلط اتصلح. انا قليل مرتاح. اقول لك ايه، انا خدامك وتحت امرك. بحبك يا نعمة الله ومحبتش حد غيرك. ابعد عني انت خاين. بقولك بحبك. الحب وحده مش كفاية. مش ده قولك؟ خلاص، اللي تأمري بيه مستعد اعمله. تطلق. طب هي ذنبها ايه عشان اطلقها؟ كفاية انها خدتك مني. احلف لك بينها ما كانتش تعرف اللي بيني وبينك. مش شغل. خلاص، اكتب عليكي تاني وتبقوا انتوا الاثنين. لا يا حبيبي، انا زي الفريق ما احب الشريك. اللي ياخدني كلي يبقى لي كلي، وساعتها هرجعك للي كنت فيه واكتر. هخليك سيد المعلمين كلها وسيدي انا كمان. سيب نعمة الله والأجر على قلت ايه يا عبد الله؟ قلت بحبك يا نعمة الله والأجر على الله.
ظهرك وقلت اكسره. لو كسرتيه دي صحيح بضربة معلمة وبإشارة واحدة من ايدي. لكن مين الواد الجريء ده اللي بعتيه يقتل امجد بيه في مكتبه؟ حذر، لازم عبدون. عبدون مين يا تلموز؟ حبش. صحيح، دي ما يعملهاش الا الواد حبش، وتلاقيه هو كمان اللي نهب عربيات البضاعة بتاعتي، وبرضه بإشارة واحدة من صباعي. وتفليسك ليا وعربيات البضاعة اللي اتنهبت واتسرقت وخربت بيتي، كان ليه ده كله يا نعمة الله؟ عشان ترجع راكع زي ما رجعت النهاردة يا حبيبي. ما تستهونش يا عبد الله بالست لما قلبها ينجرح، ساعتها ممكن تهد الدنيا كلها على دماغ اللي جرحها. وتفتكري بعد ده كله اني ارجع احبك تاني؟ تفتكري بعد ده كله اني اضحي بميرفت، الانسانه اللي وقفت جنبي ونورت لي طريقي، عشان واحده مجرمه زيك؟ انت جننت يا عبدالله، انت انسانه ملعونه، قلبك اسود، لو قطعوك حته حته مش كفايه. حبالله حبالله حبالله، مرات مش هسيبك تكتر بيا، حتى اشرب من دمك. مكانك يا نعمة الله. اخرتها يا عبد الله، احنا سمعنا كل حاجه وسجلنا اعترافاتك. اتفضلي اتفضلي. يا
صدقني يا عبد الله، انا عمري ما حبيت ولا كنت احب حد غيرك. صدق كلام، صدق كلام، صدق كده. سعد!